أهلا بكم في هذه المقدمة من دورتنا الجديدة التي سوف تكون دورة متقدمة نسعى من خلالها للقيام ببناء أبليكيشن وذلك بالاعتماد على المكتبة الشهيرة يولو، بحيث هذه المكتبة التي يتم اعتمادها في المشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنس هي تستخدم فعليا لمعالجة الصور ايمج بروسيسنج والرؤية الحاسوبية كمبيوتر فيجن، وهي تنتمي للشركة الأمريكية أولتراليتكس، ونرى الكثير من استخداماتها وذلك ضمن الأبليكيشنز التي تحتاج إلى معالجة آنية تايم سيريز، أي هناك علاقة بالزمن من خلال إنشاء هذه الفريمز وتكوين ما يسمى الفيديوهات. لذا في هذا الأبليكيشن نحتاج فعليا لمثل هذه المعالجة تحت ما يسمى Real Time Processing. أما بالنسبة للأبليكيشن الذي نود القيام ببنائه فهو القيام بمحاكاة عمل الكاميرات المنصبة في الشوارع وذلك لحساب السرعات الخاصة بالسيارات ورؤية ما إذا كان هناك تجاوز في السرعة أو إذا كانت السرعات نظامية. فبمعنى آخر هذا الأبليكيشن سوف يكون تحت عنوان Vehicle Speed Measurement، حساب سرعات السيارات أو المركبات. ولكي نستطيع القيام بحساب سرعة السيارة علينا أولا القيام بتحسس هذه السيارة، أي فعليا القيام بتطبيق ما يسمى Vehicle Detection. فسوف نرى كيف نستطيع القيام باستخدام مكتبة يولو وذلك بمختلف الطرق ومختلف الأشكال، ونقوم بتوظيفها لإكمال هذا الأبليكيشن الذي سوف نقوم ببنائه باستخدام لغة البرمجة بايثون. فعلى سبيل المثال إذا كان لدينا هذا الفيديو فنرى هنا مثلا كيف أن هذه الكاميرا تقوم بالتقاط هذه السيارات وذلك بفريمز متكررة نسبة للزمن، وسوف نسعى القيام ببرمجة هذه الكاميرات بأسلوب معين وبقوانين محددة نقوم من خلالها بحساب السرعات الخاصة بهذه السيارات نسبة للتسارع الخاص بها. وفي واقع الأمر لدينا الكثير من التجارب في هذا المجال، فقد قمنا بإنشاء الكثير من الدورات التي نقوم من خلالها بمعالجة الصور والقيام بالرؤية الحاسوبية. فعلى سبيل المثال قمنا بإنشاء دورة والتي نقوم من خلالها باستخدام مكتبة شهيرة OpenCV ضمن لغة البرمجة C++، وقمنا خلال هذه الدورة بإنشاء الكثير من التطبيقات والكثير من المهارات، منها القيام بفصل الخلفية عن العناصر المتحركة كما قمنا هنا في لعبة باباي، هذه لعبة الأركيد. فنرى هنا كيف قمنا باجتزاء هذه العناصر كما هو موضح ومبين، وأيضا قمنا بتطبيقها وذلك على اللعبة العتيقة أيضا تانك. وكذلك قمنا بالتطبيق وذلك على فيديوهات بحيث قمنا باجتزاء سيارات والمركبات بما أنها متحركة وقمنا بوضعها وفصلها عن الخلفية الأساسية وهي الشارع. وهذه عينة عن التطبيقات التي نستطيع القيام بإنجازها في الكمبيوتر فيجن والإيمج بروسيسينج. وأيضا من جانب آخر لدينا دورة تعنى بالكمبيوتر فيجن والتي قمنا من خلالها بتحسس الحركات الخاصة بالأجسام والقيام بربطها نسبة للمفاصل كما هو موضح ومبين. وأغلب هذه التطبيقات كانت بشكل يدوي دون الحاجة للقيام باستخدام مكتبات، وقمنا فقط باستخدام الـ OpenCV. أما بالنسبة هنا لهذه المفاصل والقيام بتحسس البوزز، فأعتقد قمنا باستخدام مكتبة MediaPy. وهناك الكثير غيرها من هذه الدورات، مثلا القيام باستخدام OpenCV على البايثون، وأيضا القيام بدمج الواقع مع العالم الافتراضي ضمن ما يسمى Augmented Reality، بالإضافة إلى التعامل مع لغة الإشارة نسبة للكاميرا الخاصة باللابتوب. وهناك الكثير غيرها من هذه الدورات، لذا قد يكون العثور على هذه الدورات ليس الأمر السهل وذلك لكثرتها، فعلى قناتنا هناك ما يزيد عن 100 دورة. لهذا السبب إذا أردتم مثلا القيام بالاستعلام عن دورة معينة تستطيعون هنا مثلا على سبيل المثال القيام بالذهاب إلى البلاي ليست قائمة التشغيل ورؤية مختلف هذه الدورات كما هو موضح ومبين. وأيضا هنا تستطيعون القيام بالبحث عن كلمات مفتاحية معينة، فمثلا إذا قلنا Open CV هكذا فنرى هنا هذه البلاي ليست بعدد فيديوهات لهذه الدورة 16 فيديو، وهنا لدينا هذه الدورة الأخرى. وإذا قلنا مثلا أيا يكن Sign Language نراها بهذا الشكل. إذا قلنا مثلا Django هكذا فأيضا لدينا هذه الدورة. وفي حال مثلا ظهر لدينا فيديوهات دون ظهور هذه الدورة الكاملة فنستطيع القيام بكتابة الاسم كما هو، مثلا إذا قلنا Game لدينا الكثير من هذه الألعاب. فمثلا إذا أردنا القيام بالاستعلام على هذه الدورة الخاصة بهذه الجيم فسوف نقول مثلا Memory Matching Game، فنراها بهذا الشكل. هذه الدورة أي تحوي على 11 فيديو كما هو موضح ومبين. ممتاز.
بهذا الشكل تستطيعون القيام بالاستعلام على الدورات التي تريدونها ضمن القناة بأسلوب سلس وسهل. أما بالنسبة لمكتبة يولو، فنرى هنا كيف أن هذه المكتبة تنتمي إلى الشركة الأمريكية Ultraletics، ونرى هنا كيف نستطيع القيام بتطبيقها وذلك على مختلف الأبليكيشنز سواء كانت Detection، التحسس، Segmentation، الاقتطاع، Classify، التصنيف، Both، الموضوع كما رأيناه في الفيديو، وأيضا هنا OBB، Oriented Browsing Boxes. وبالنسبة لهذه الشركة، نرى كيف أنها شركة أمريكية. إذا سوف نرى كيف نستطيع القيام بتطبيق هذه المكتبة وذلك دون الحاجة للقيام هنا بشراء أي من هذه الفيتشرز، فسوف نقوم باستخدامها بشكل مجاني، وهذا من شأنه أن يكسبنا خبرة في تحليل آلية عمل مثل هذه الكاميرات المنصبة في الشوارع. فإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المقدمة. أرجو أن تكون هذه الدورة ممتعة وشيقة وتعليمية وغنية بالمعلومات المفيدة. شكرا لكم لحسن استماعكم، وألقاكم في الدرس التالي. سلام.